نظم راديو مارس أول إذاعة رياضية متخصصة الأمس الاثنين بالدار البيضاء الدورة الثانية لجوائز مارس الذهبي احتفاء بنجوم الرياضة الوطنية لموسم 2013 لتتويج أفضل رياضيي السنة الذين تم اختيارهم من قبل مستمعي ومتتبعي الموقع الرسمي لراديو مارس. يعني هذه السنة الثانية اللي راديو مارس كتنظم هذه المبادرة اللي هو المارس دور باش تكرم أبرز الرياضيين وأبرز الوجوه اللي خدمت المجال ديال الرياضة. المبدأ هو أنه المستمعين هما اللي كيصوتوا عبر يعني الشبكة العنكبوتية عبر الموقع الإلكتروني ديال راديو مارس، وهذه السنة يعني 300 ألف شخص اللي هما الناخبين ديالنا هما اللي شرفونا واختاروا احسن لاعب كره القدم واحسن مدرب بالاضافه لاحسن رياضي خارج مجال كره القدم. وتوج بدر هاريا المصارع المغربي الهولندي بلقب احسن رياضي لسنه 2013، وتم اختيار كل من مهدي بن عطيه مدافع فريق ايس روما الايطالي كاحسن لاعب، وهشام الدميعي مدرب الكوكب المراكشي كاحسن مدرب لسنه 2013. يجب تهنئة القيمين على راديو مارس لخلقهم لهذا الحدث، وأنا سعيد بتواجدي هنا، وهذه جائزة مهمة بالنسبة لي تبرهن أن إنجازاتي وعملي متابعة ومحبوبة بالمغرب. وخصصت إذاعة راديو مارس جوائز شرفية لشخصيات ساهمت في إشعاع الرياضة الوطنية والإفريقية، إذ حصل الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس على جائزة الروح الرياضية، ونال الدراج السابق مصطفى النجاري جائزة أسطورة راديو مارس، ومنحت جائزة الانتماء الإفريقي لهشام العمراني الكاتب العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.